أنتم تتلون القرآن كل يوم أو تحاولون على الأقل القراءة كلما استطعتم ذلك، سوف يكافئكم الله على كل حرف قمتم بقراءته. ولكن كم من القرآن يستطيع الشخص قراءته وحده كل يوم؟ ألن يكون من الأفضل لكم أن يقوم الآخرون بمساعدتكم في قراءة المزيد من القرآن؟ ألن يكون من الأفضل لكم أن تكون تلاوتكم جزءاً من عمل أكبر؟ ألن يشجعكم ذلك على تلاوة الأكثر من القرآن؟ نقدم لكم نادي القرآن، برنامج يساعدكم على فعل كل ذلك وأكثر من خلال ربطكم بعالم يجمع كل الذين يحبون تلاوة القرآن. سنوضح لكم كيف يعمل هذا البرنامج. نحن نقدم لكل منكم جزءا صغيرا من القرآن لتقرؤوه كل يوم. بعد الانتهاء من تلاوتكم لهذا الجزء ضعوا علامة عليه أنه اكتمل، وهذا كل شيء بإضافة تلاوتكم اليومية الصغيرة إلى مساهمات الملايين حول العالم. سنختم القرآن آلاف المرات كل يوم، وفي الواقع كلما انضم لنا المزيد من الأشخاص ازداد عدد ختمات القرآن لأرقام خيالية. وبقراءتك لجزء من القرآن مع مجموعة من القراء حول العالم ستحصل بإذن الله تعالى على شرف كل الختمات، لأن الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فلندعو الله أن يرزقنا ثواب كل ختمة أتمت. لنفترض الآن أنك تريد مشاركة ختم القرآن مع مجموعة معينة من الأصدقاء أو بعض أفراد العائلة من خلال اختيار المجموعات الخاصة على برنامج نادي القرآن. يمكنك فعل ذلك بالإضافة إلى ضبط البرنامج لمن يقرأ وماذا وأين. يمكنه إقامة المسابقات العالمية بين الأفراد أو المدن أو الدول لإظهار من يقرأ القرآن أكثر، حيث يقول لنا الله في القرآن الكريم: فاستبقوا الخيرات. ونعم، نقدم جوائز للفائزين. نادي القرآن متوفر بكل اللغات الرئيسية ليستقبل المشاركين أينما كانوا، بدءا من أمريكا إلى أستراليا، أفريقيا إلى آسيا، وأوروبا إلى الشرق الأوسط. نادي القرآن يربط بعضنا ببعض كما يربطنا جميعا بالله. وهذه ليست النهاية، ففي صحيح البخاري عن الثلاثة الذين أغلقت صخرة غارهم: دعوا الله ففرج عنهم لأجل أعمالهم الصالحة. ونحن يمكننا أن نسأل الله أيضا أن يساعدنا وجميع المسلمين بسبب قراءة القرآن اليومية في جميع أنحاء العالم. هل يمكنك تخيل ما مدى قوة ذلك؟ لتكون جزءا من هذا النادي القرآني العالمي، عليك تنزيل البرنامج على هاتفك الذكي أو زيارة موقعنا. قم بإشراك عائلتك وأصدقائك واحصل على ثواب أكبر بإذن الله. نادي القرآن يجعل تلاوتك جزءا من عمل عظيم، فيحفزك على الإكثار من قراءة القرآن. فكن جزءا من هذه النهضة الروحية الفريدة التي توحد المجتمع من خلال كلمات الله. ملايين الأشخاص، آلاف الختمات، قرآن واحد. نادي القرآن، تواصل من خلال القرآن.